السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا. مسبقا ثلاثة علينا على الجميع، استعدادات أمنية مكثفة، سد منيع لعناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، بحضور قائد سرية الدرك الملكي بمدينة برشيد، نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة ديال بجهوية سطات، إجراءات أمنية مكثفة واستعدادات لمحاولة يعني تأمين هذا الاحتفال هذا ليلة رأس السنة. يعني كيف كتشوفوا على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في، من الطريق السيار الرابط ما بين البيضاء وسطات، بحضور يعني العناصر ديال الدرك الملكي، إجراءات مشددة، سد قضائي منيع لمحاولة يعني المرور ديال حنا كنتواجدوا الآن يعني بطريق السيار بمدينة ديال برشيد. هذه هي الإجراءات الأمنية لتأمين هاد الاستعدادات. يعني كنتواجدوا بطريق السيار بالرابط ما بين المدينة ديال الدار البيضاء والمدينة ديال سطات. يعني هذه هي الاستعدادات الأمنية المكثفة ل بهذا الطريق السيار. حضور مكتف عناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، يعني حضور مكتف العناصر ديال الدرك الملكي بجهوية سطات، بحضور قائد سرية ونائب القائد الجهوي للدرك الملكي. هاد الاستعدادات المكثفة لتأمين حركة السير ولتأمين يعني التنقلات ديال المواطنين. كنتواجدوا الآن يعني بطريق السيار ما بين المدينة ديال الدار البيضاء وما بين المدينة ديال سطات. هذه هي الإجراءات الأمنية المكثفة لعناصر الدرك الملكي بجهوية سطات، بحضور قائد سرية الدرك الملكي ببرشيد. كيف كتشوفوا يعني على المباشر، هذه الاستعدادات يعني كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء يعني على المباشر، اجراءات مكثفه، سد يعني العناصر ديال الدرك الملكي طريق سيار الدار البيضاء سطات.
كتشوفوا يعني مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناة شوف تي في يعني على المباشر. هذه هي الاستعدادات المكتفة للعناصر ديال الدرك الملكي يعني بالطريق السيار. طريق السيار رابط ما بين الدار البيضاء يعني سطات، حضور مكتف للعناصر ديال الدرك الملكي. استعدادات مكتفة، سد قضائي، استعدادات ديال العناصر ديال الدرك الملكي بالجهوية ديال السطات يعني المحاولة يعني ديال تأمين هاد الاحتفالات بهاد رأس السنة. حضور مكتف العناصر ديال الدرك الملكي بجهوية السطات، حضور القائد ديال سرية الدرك الملكي برشيد، نائب القائد الجهوي للدرك الملكي بجهوية السطات. كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء لقناة شوف تي في، هذه هي الإجراءات المتخذة. تحية يعني تحية تقدير للعناصر ديال الدرك الملكي على المجهودات ديالهم، يعني على المجهودات ديالهم المحاولة يعني تأمين هاد يعني المحاولة ديال تأمين هاد العملية. تحية شكر وتقدير للعناصر ديال الدرك الملكي بربوع المملكة. نشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.